يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي بينت. الفريق الطبي: انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا. التأمينات: عشرو توصيات عاجلة لاستدامة الصناديق التقاعدية. وإلى صحيفة البلاد والتي نشرت الرميحي: الإعلام ماضية في المشروعات التطويرية. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: التنظيم العقاري 3195 عملية بيع منذ عام 2020. الوطن: تطلق كن مراسلاً لإشراك القراء بصناعة المحتوى الإعلامي. وأخيراً مع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت: رفض نيابي ونقابي ومجتمعي لتوصيات هيئة التأمين. أكثر من 83% نسبة المتعافين من الحالات القائمة. نشرت صحيفة الأيام أن أعضاء الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا كشفوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس، كشفوا أن الأسبوعين الماضيين قد شهدوا انخفاضاً في معدل الفحوصات الإيجابية من إجمالي الفحوصات التي تجرى يومياً. بقلم الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، نقرأ مقالا في صحيفة الأيام والذي جاء بعنوان: جهود العاصمة في زمن الكورونا. فإلى المقال. إن مملكة البحرين سباقة في تقديم مبادرات رائدة ومتميزة لتدارك أضرار وتداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، خاصة وأن الإمكانات اللازمة التي تخصصها القيادة الحكيمة نالت ثقة المواطنين والمقيمين وثناء منظمة الصحة العالمية. ومع بدء أزمة كورونا استشعرت محافظة العاصمة ضرورة مواكبة ودعم جهود الحكومة الموقرة للتصدي للجائحة وتداعياتها بإطلاق المبادرات لخدمة الوطن والمواطن والمقيم. وفي هذا السياق أطلقت المحافظة حملة مع نهتم، وكانت المبادرة الأولى على مستوى المحافظات. وصلت المحافظة بتوزيع سلال غذائية ضمن حملة في النخير والتي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، حيث وزعت المحافظة عبر حملة في النخير أكثر من 517,000 وجبة وسلة غذائية، كما وزعت المحافظة 6,500 سلة غذائية ضمن مشروع غذاؤك في بيتك. إلى ذلك قامت المحافظة بالتعاون مع جهات حكومية متعددة بحملة مشتركة بهدف تقليل الكثافة العددية للعمال في سكنهم المشترك. ولا زال الفريق مستمرا في القيام بزيارات ميدانية بشكل يومي لتصحيح أوضاع المباني المخالفة للاشتراطات. لا نزال مشاهدين في ملف كوفيد-19، حيث نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحثت المبادرات الحكومية لدعم المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تأتي استكمالا للحزمة الاقتصادية. هذا ونطالع من صحيفة أخبار الخليج أن وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا الدكتور وليد المانع أكد على وجود خطة استباقية لضمان سلامة الجميع، والتي ستطبق متى ما تقرر فتح جسر الملك فهد.
نقلت صحيفة الوطن أن وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الدكتور وليد المانع أعلن أن نسبة المتعافين من إجمالي الحالات القائمة بلغت أكثر من 85%. ومن صحيفة الوطن نقرأ أن استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المقدم الطبيب الدكتور مناف القحطاني كشف أن المستشفى العسكري قام بتوفير غرف عزل متنقلة مزودة بأحدث التقنيات الحديثة لعزل المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس. نطالع من صحيفة الوطن أن مدير مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية بالمجلس الأعلى للصحة المقدم الطبيب الدكتور أحمد الأنصاري استعرض المؤشرات المتعلقة بقياس انتشار الفيروس في المجتمع، حيث أكد أن 6.5% من الفحوصات اليومية فقط إيجابية. بيّنت صحيفة الوطن أن استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الدكتورة جميلة السلمان أكدت أنه لا توجد أي حالات على مستوى العالم قد عادت إليها المرض بعد التعافي. بقلم ياسمين خلف نشر صحيفة البلاد مقالا بعنوان العمل كما يريده المستقبل، فإلى المقال. العمل من المنزل أثبت حضوره الإيجابي وبقوة، أثبت أن الكثير من الأعمال يمكن أن تنجز من المنزل وربما بكفاءة أعلى كذلك. يمكن للعمل من المنزل أن يحسن من الحياة الاجتماعية، فالسماح للأم خاصة في عامي ما بعد الوضع من البقاء في المنزل سيمكنها من التفرغ أكثر لتربية أبنائها، وسيكون له أثره على صحتها وصحة طفلها ونفسيتهما. سيسنح العمل من المنزل لذوي الهمم أو الأمراض المزمنة والخطيرة منها في الحصول على فرص للعمل طالما كانت لا تستدعي حضورهم الشخصي، وستمكن الموظف من إنهاء معاملاته الحكومية والشخصية بل وتجديد نشاطه. إلى الأخبار المنوعة، حيث نشر صحيفة البلاد أن وزير الأعلام علي الرميحي افتتح المرحلة الأولى من مشروع التطوير التقني لاستديوهات إذاعة البحرين، وذلك في سياق المشروعات الفنية والتقنية التي تنفذ من قبل الوزارة، مؤكدا أن الوزارة ماضية في مشروعاتها التطويرية بتوظيف التقنيات الحديثة والتحول نحو الرقمنة في مختلف جوانب العمل الإعلامي. لفت الصحيفة الأيام أن مسؤولين بوزارة الأعلام أكدوا أن تدشين المرحلة الأولى من تطوير استديوهات إذاعة البحرين تعد مرحلة هامة من عمر انطلاق إذاعة البحرين، وتعزز من ريادتها والتنافسية بتنوع خدماتها عبر منصات متعددة في ظل منظومة متكاملة الأركان من كوادر وطنية مبدعة. وفي الشأن العقاري، لفت الصحيفة الوطن أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة كشف عن إتمام 3195 معاملة بيع منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. بيّن الصحيفة الأيام أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قالت إن مجلس إدارة الهيئة استعرض تقرير الخبير الإكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية، وتم التوصل إلى 10 توصيات عاجلة رفعت إلى الحكومة، وذلك بهدف إجراء حزمة من الإصلاحات لضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية.
نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعددا من النواب والجمعيات السياسية أعربوا عن رفضهم للتوصيات العاجلة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن أمانة العاصمة أعلنت أنها ستقوم بتوفير خدمة الأكياس وتحديث حسابات المشتركين في مركز جديد بمجمع اللؤلؤ التجاري ابتداء من يوم الأحد المقبل. ومن خلال برنامج صحافتكم أقوم بتوجيه شكري للأعلامي أسامة الماجد وصحيفة البلاد على إجرائهم هذه المقابلة الصحفية التي أجريت معي في قسم مسافات، وخلال هذه المقابلة تم استعراض مجموعة من الأسئلة الهادفة. وإلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الأسبوع. تمنياتي لكم بمفور الصحة والعافية، وإلى اللقاء.